نشرة الأخبار مباشرة من الخانة الأولى بالرباط، البداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي السامي الافتتاحي للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، خارطة طريق لعمل الجهازين التشريعي والتنفيذي، وتأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعوة لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي وتفعيل الجهوية المتقدمة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا سلمى تترأس بمراكش حفلة تدشين متحف إيف سان لوران مراكش. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يقود عملية نوعية بعدة مدن مغربية مكنت من تفكيك شبكة يشتبه في كونها إرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة. متحف الواحات بقصر الخربات وظائف متعددة قاسمها المشترك إبراز خصوصيات واحات التنجداد بإقليم الرشيدية. أهلا بكم. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ترأس جلالته عشية أمس بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة. وتميز افتتاح الدورة بالخطاب الملكي التاريخي الذي ألقاه جلالته أمام أعضاء غرفتي البرلمان، والذي دعا فيه جلالته إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، وإلى وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة. كما دعا جلالة الملك إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب. ومن منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بتعاون جنوب جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الإفريقية، قرر جلالة الملك إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية. محمد رضا العبيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين هي معالم مرحلة حاسمة تكرس مسلسل الإصلاح، لكنها أيضا بعنوان معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. مرحلة تناولها الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية. إننا نؤسس لمقاربة ناجعة ولمسيرة من نوع جديد، فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية وتجسيد لإراداتنا القوية في المضي قدما في عملية الإصلاح وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. وبصفتنا الضامن لدولة القانون والساهر على احترامه وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية. ولكن الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين. إن المغاربة يحتاجون للتنمية المتوسفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل خاصة للشباب وتساهم في الأمن والاستقرار، يضيف جلالة الملك. احتياجات تضمن الاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية التي يطمح إليها كل مواطن. والمغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيد لا يقتصر على الكتاب والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والولوج والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.
هم يحتاجون أيضا إلى فضاء منصف وفعال وإلى إدارة ناجحة تكون في خدمتهم وخدمة الصالح العام وتحفز على الاستثمار وتدفع بالتنمية بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد. احتياجات تسائلنا عن نجاعة النموذج التنموي الوطني، نموذج يقول جلالة الملك غير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد ندعو الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية كل في مجال اختصاصه لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد. إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه نفس جديد وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ومعالجة نقاط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة، وسيرا على المقاربة التشاركية التي نعتمدها في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور والجهوية الموسعة. فإننا ندعو إلى إشراك الفئات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية للأمة. إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، يقول جلالة الملك، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل التي تشغل المغاربة والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم. وأمام محدودية النموذج التنموي، كانت الدعوة الملكية إلى إخراج ميثاق متقدم للاتمركز إداري والتسريع بالتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة. فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة ومقاربة عملية في الحكمة الترابية، وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية والاستجابة لمطالب سكان المنطقة لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة، وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلولا جاهزة لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق. فإننا نشدد على ضرورة ملائمة السياسات الأممية لتستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة. محور آخر تناوله الخطاب الملكي والحديث عن الشباب. العديد منهم، يقول جلالة الملك، يعانون من الإقصاء والبطالة وعدم استكمال الدراسة وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، وذلك رغم الجهود المبذولة. تنضاف إليها منظومة التربية والتكوين التي لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، والتأثير المحدود للسياسات العمومية القطاعية والاجتماعية. واعتبارا لارتباط الشعر الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل، فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتنمو لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن. وأخص بالذكر هنا على سبيل المثال قضية الشباب الذين يعملون في القطاع غير لهم مهيكل، والتي تقتضي إيجاد حلول واقعية قد لا تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل في إطار قانون بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو لبرورة سياسة جديدة مندمجة للشباب. سياسة جديدة مندمجة للشباب، دعا جلالة الملك إلى بلورتها، تقوم على التكوين والتشغيل وتعطي الكلمة للشباب، ومن تجلياتها الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. تحديات عديدة وجب رفعها لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام لجعل خدمة المواطن الهدف الأول والأخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خطاب جلالة الملك بمناسبة ترأس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة ركز على إعادة بناء النموذج التنموي المغربي انطلاقا من مقاربة تشاركية ينخرط فيها كل الفاعلين، كما ركز على تفعيل الجهوية المتقدمة ودعا فيه جلالة الملك للاهتمام بالشباب في إطار سياسة مندمجة. شهاب زريوح. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. دعا جلالة الملك الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية لإعادة النظر في النموذج التنموي الوطني وإعطائه نفسا جديدا برؤية مندمجة وبإشراك كل الكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية للأمة من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد يعالج نقاط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة ويعتمد حلولا مبتكرة وشجاعة في الانكباب على القضايا والمشاكل التي تشغل المغاربة. جلالة الملك ربط محدودية نضج هذا النموذج في غياب التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، وفي هذا الاتجاه وجه جلالته الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة، وأهاب بالمجالس المنتخبة لتحمل مسؤولياتها في تدبير شؤون كل جهة من جهات المملكة، مشددا على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام. ضرورة ربط أي مسؤولية كيفما كانت بالمحاسبة وأخذ العبرة منها وتطبيق القانون، وسيسهر على ذلك باعتباره أعلى سلطة في البلاد، كما أن جلالته أكد على ضرورة إنتاج نموذج اقتصادي جديد فعال أكثر فعالية ينتج الثروة للمغاربة، وهذا لن يتأتى إلا بتطبيق الجهوية الموسعة. تفعيل الجهوية لن يتأتى إلا في إطار رأس مال لا مادي متوفر لدى المغاربة وهو الشباب. واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل، أكد جلالة الملك على ضرورة بلورة سياسة جديدة مندمجة تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل والإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بهدف تأهيل الشباب وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية، مشيرا جلالته إلى أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب. هناك حضور قوي للشباب في الخطاب الملكي، وبالتأكيد أن هذا الحضور لا يعني يحث على الإشراك الإجرائي فقط للشباب، وإنما الإشراك الفعلي والحقيقي، وكذلك اعتبار الشباب كثروة يمكن أن تستثمر في المشروع الجماعي ويمكن أن يكون لها دور وطني. فيما يتعلق بالجهوية، هناك تأكيد على أن الجهوية ليست نصوص، ليست قوانين فقط، وإنما الجهوية هي نمط تدبيري قائم على تغيير العقل، قائم على نقل الاختصاصات ونقل الموارد في نفس الآن. وللقيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية المنشودة، قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية خاصة الاستثمار، وخلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية من أجل تتبع المشاريع التنموية بمختلف جهات المملكة. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى اليوم بمراكش حفل تدشين متحف إيف سان لوغون مراكش، وقامت سموها بجولة بالمتحف شملت المعرض المؤقت جاك ماجوريل والمغرب وقاعة العرض الدائم إيف سان لوغون ومكتبة ورواقا للصور، كما قامت سموها بزيارة المكتبة الخاصة للراحل بيير بيرشي. أمين علامة بمجيد حلاوي، المعتصم بالله الوزاوي، وعثمان التاسي. معلمة ثقافية جديدة ترى النور بمدينة مراكش، متحف الفنان والمصمم العالمي إيف سان لوغون وصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى تشرف على تدشين هذه التحفة. تشكيلة من القوات المساعدة تقدم لسمو الأميرة التحية الرسمية لدى وصولها إلى المتحف ليتقدم للسلام عليها وزير الثقافة وسفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب وولي جهة مراكش آسفي ممثل ساكنة المدينة ورئيس مؤسسة بيير بيرجي إيف سان لوغون وعدد من أعضاء المؤسسة.
تدشين متحف إيف سان لوران اختزال لعشق هذا الفنان وصديقه بير بيرجي للمغرب ولمدينة مراكش، وحضور شخصيات وازنة من عالم السياسة والفن والثقافة لهذا الحدث تقدير لهاتين الشخصيتين. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى في بداية جولتها بأجنحة هذه المعلمة توقفت عند الفضاء المخصص للمعارض الدورية، وقد رأت مؤسسة بير بيرجي وإيف سان لوران تخصيص العرض الافتتاحي للرسام العالمي جون جاك ماجوريل الذي أحب المغرب وكان له الفضل في إخراج حدائق ماجوريل إلى الوجود لتصبح واحدة من أشهر الحدائق عبر العالم. إنها لحظة مؤثرة بالنسبة إلينا. هو مشروع أسسه الفقيد بيير بيرجي قبل 4 سنوات، أراد أن يكرم به مدينة مراكش والبلد الذي أحبه كثيرا، وأيضا الفقيد إيف سان لوران الذي كان جدا مرتبط ببلدكم. إنه يوم كبير بالنسبة لمراكش والمغرب حيث يدشن متحف إيف سان لوران. لقد كانت إرادة بيير بيرجي، للأسف لا يوجد معنا فقد غادرنا قبل شهر. إنه أكثر من متحف، إنه مركب ثقافي نجد فيه إبداعات إيف سان لوران بالإضافة إلى معارض. متحف إيف سان لوران سيفتح أبوابه للعموم بدءا من 19 أكتوبر. مؤسسة حدائق ماجوريل اشتغلت عليه منذ 3 سنوات. الهدف هو إبراز الرابط القوي بين إيف سان لوران والمغرب ومراكش التي اكتشفها عام 1966 وانعكست على أعماله. باهتمام بالغ تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى الشروحات التي قدمت لها حول الرواق الخاص بإبداعات المصمم إيف سان لوران. هي جزء من المجموعات التي تحتفظ بها مؤسسة بير بيرجي وإيف سان لوران، والتي تتكون من 5000 قطعة من الألبسة إضافة إلى الحلي والرسومات التي أبهرت على مدى عقود عشاق هذا المصمم العالمي. بالنسبة للمغرب هو مشروع استثنائي، وأيضا بالنسبة لمراكش وبالنسبة لي حيث أمكنني المشاركة في هذا المشروع بهذا الحجم الكبير بكل صعوباته، حيث التقينا بأشخاص رائعين خلال أشغال ورش البناء. لقد اشتغلت لمدة 40 عاما مع إيف سان لوران وبيير بيرجي. السيد بيرجي طلب مني أن ألتحق به لاختيار الفساتين وتركيبها، ومع كيفن رتبنا مواضع النماذج المعروضة، كما عملنا كثيرا مع السينوغرافي كريستوف مارتن. أروقة متنوعة هي سجل للذاكرة، تجمع بين مؤلفات وصور فوتوغرافية تجعل متحف إيف سان لوران جسر تلاقح ثقافي. فالمتحف إلى جانب كل هذه المعروضات يقدم فضاءات للعروض الثقافية، للحوار وللتبادل الفكري والفني. افتتاح هذا المتحف الرائع في هذا المبنى في مراكش الجميلة العريقة، واستخدام المواد الأصيلة من هذا البلد الأصيل بهذا المعمار الحديث الجميل. دائما نقول أن الجذور هي التي تمتد لتعطي الحداثة. هذا التمازج في هذا المتحف، أنا أكثر من سعيدة بأن أكون هنا وأن أشارك في هذه الاحتفالية. دوما مراكش في القلب. تدشين هذا المتحف هذا اليوم هو في حد ذاته معلمة، ويعبر عن التراث وكذلك يعبر عن مدى أهمية المتاحف في السياسات العمومية للمملكة المغربية، والتي لها مكانة متميزة، خصوصا أن مثل هذه المتاحف تعطي إشعاعا ثقافيا وتراثيا للمملكة المغربية خصوصا على المستوى الدولي. معزوفات موسيقية قدمها أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى عازف الكمان غوناغ كابوسون، كما أخذت لسموها صورة تذكارية مع أعضاء مؤسسة بير بيرجي إيف سان لوران وضيوف الشرف قبل أن تغادر سموها مكان الحفل. في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم، وعلى ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفي عملية نوعية استباقية، تمكن من إجهاض مخطط إرهابي يرم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك خلية يشتبه في كونها إرهابية تتكون من 11 عنصر يشتبه في موالتهم لداعش، ينشطون بمدن فاس، مكناس، خريبقة، الدار البيضاء، زاوية الشيخ، سيدي بن نور، دمنات وسيدي حرازم. نتابع ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك ما يشتبه في كونها خلية إرهابية اليوم تتكون من 11 عنصرا مواليا لداعش ينشطون بمدن فاس، مكناس، خريبقة، الدار البيضاء، زاوية الشيخ، سيدي بن نور، دمنات وسيدي حرازم. وقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال العقل المدبر لما يمكن وصفها بالشبكة الإرهابية وأحد شركائه بأحد البيوت الآمنة بمدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتين للصيد وكمية وافرة من الذخيرة الحية وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وسترتين لصناعة أحزمة ناسفة وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، و4 قنينات لإطفاء الحرائق وعصي كهربائية وتلسكوبية وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى عدة معدات كهربائية وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية ومبالغ مالية. هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها، كما تم حجز سيارة مشبوهة على مقربة من البيت الآمن في ملك أحد عناصر هذه الخلية، وبداخلها مواد مشبوهة سيتم تحديدها من طرف الشرطة العلمية والتقنية. وقد خطط أعضاؤها لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة، وذلك بإعاز من منسقين بأحد فروع داعش، وتتجلى خطورة هذه الخلية في كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ. وتؤكد هذه العملية الأمنية الاستباقية مرة أخرى الانعكاسات الخطيرة للآلة الدعائية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، والذي ما فتئ يحرض أتباعه على تكثيف الهجمات الإرهابية خارج مناطق نفوذه في ظل تجديد الخناق عليه بالساحة السورية العراقية. هذا وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة. هذه العملية النوعية الاستباقية مكنت بفاس من اعتقال المشتبه في كونه العقل المدبر لهذه الشبكة التي يمكن وصفها بالإرهابية وأحد شركائه، كما تم حجز أسلحة وكمية وافرة من الذخيرة الحية. محمد رضا العبيدي، سعيد معواج ومصطفى الزهيري. هنا في هذا المنزل كان الإرهاب يخطط ويستعد لزعزعة أمن واستقرار الوطن. هنا العقل المدبر لما يمكن وصفها بالشبكة الإرهابية تم اعتقاله اليوم، إضافة إلى أحد شركائه، والمحجوزات أسلحة نارية وكمية وافرة من الذخيرة الحية وقنابل مسيلة للدموع وسوائل مشبوهة ومواد كيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وسترتان لصناعة أحزمة ناسفة، واللائحة طويلة. محجوزات كانت ستوظف لاستهداف مواقع حساسة وتهدد أمن الوطن والمواطنين، وأول المستنكرين ساكنة الحي. لا كاينش الريحة ديال شي فيهم شي واحد زعما، ولا كاين حتى شي حاجة تغيير ولا شي حاجة ما كايناش. أول مرة في مدينة فاس يعني كنشوفوا تبارك الله هاد النجاعة الأمنية وهاد وفرقة ديال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تدخل يعني مباشر، يعني والساكنة فهي حاضرة تعاين ماذا سيقع في يعني في هذه اللحظات اللي جاية. احنا يعني نتمن بشكل كبير. اسمح لي بأن مسلم وهما دايرين هذا الشيء، اللهم لك الحمد. وعلى مقربة من هذا البيت سيارة مشبوهة. تدخل الفرقة المختصة تطلب بداية إخلاء المنطقة لضمان سلامة الساكنة قبل مباشرة التدخل بواسطة الروبوت. وبداخل السيارة تم العثور على مواد مشبوهة قابلة للتفجير، سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها. عملية أمنية استباقية شهد تفكيك خيوطها العديد من سكان مدينة فاس، وهم يستنكرون هذه الأفعال الدخيلة على المجتمع المغربي دينا، ثقافة، وقيما، وأخلاقا.
أحد العناصر المنتمي إلى ما يمكن وصفها بالخلية الإرهابية وقع اليوم بخريبكة بين أيدي عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. المشتبه به لم يثر الريبة بين ساكنة الحي. زينة إتلامين، حسن ساكي ومحمد العروسي. عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد ترصد وتخطيط محكم تمكنت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم من وضع يدها على مشبه به ينتمي إلى ما يمكن وصفها بخلية إرهابية. ساكنة هذا الحي بخريبكة لم يرتابوا يوما في أن المقيم بين ظهرانهم يشتبه في انتمائه إلى داعش. السيد عنده واحد الكروزة كبيرة في هذاك الشيء ديال خواتها معاهم سميتو دبارة، جد لي صوار مرايات صوار تشوفوا عادي ما تجيبش فيها شيء. والله يا ودي الله يجي في المدينة ديالكم، الله يسهل عليكم والله يستركم وليدي. هذا الشيء راه ما سبحانك رب العظيم، أنا تقول ما يدير حتى حاجة السيد، راه تقول سبحانك. وهارت شو المصيبة صاحبي الجارة قيدة هذه. هذا الموقوف هو من ضمن خلية تتكون من 11 عنصرا تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من وضع حد لمخططهم الذي كان يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين. زاوية شيخ من بين المدن التي ينشط بها المشتبه بهم الأحد عشر الموالين لداعش عملية أجهضت مخططا إرهابيا كان يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين. محمد رضا العبيدي، إبراهيم أفاق، وأحمد الحمري. زاوية شيخ هذا اليوم السكان على وقع الصدمة. شاب يقطن بينهم منذ سنوات عديدة لم تثر تصرفاته خلالها ريبة أحد، واليوم استفاقوا على خبر اعتقاله من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في موالاته لتنظيم داعش. من الصباح خرجت للفجر لقيت الطوموبيلات، بقيت كنقول ما فهمت والو انا. والدري انا سنشوفه غادي كان تيقرا شويه حبس على القرايه يمكن ياك صافي ما عمري شفت عليه شي حاجه. خمس سنين ولا خمس سنين والصرف وانا كاين هنا يا راه هالباب ما تنعرفوا عليه حتى شي حاجه ما تنعرفوا عليه. المفاجاه والاستنكار ذاته عبرت عنه الساكنه في مدن فاس، مكناس، خريبكة، الدار البيضاء، سيدي بنور، دمنات، سيدي حرازم الى جانب زاويه الشيخ، حيث خليه يشتبه في كونها ارهابيه تتكون من 11 عنصرا موالين لداعش تم تفكيكها وحجز اسلحه ومواد مشبوهه ومعدات اخرى كانت ستوظف لزعزعه امن واستقرار المملكه ضمن مخطط ارهابي اجهضته مره اخرى يقظه العناصر الامنيه المملكة. في موضوع آخر، احتضنت مدينة أكادير فعاليات ندوة علمية نظمت على هامش حفل التسامح محورها المغرب ونموذج المجتمع المسلم المتسامح والمنفتح على العالم. المزيد في روبرتاج حجب تامك عبد الله شقر وبرك زماني. خلال هذه الندوة تمت مناقشة موضوع التسامح والتعايش مع الآخر، وهو الموضوع الذي حرص المغرب على تفعيله من خلال مجموعة من البرامج والمناهج التربوية والدينية التي جعلت المغرب واعي بأهمية هذا الاندماج العرقي والديني والثقافي. فرصة لنا لتعريف بما يراكمه المغرب من تجارب تحت قيادة جلالة الملك أمير المؤمنين، والذي جعل من الإسلام في المغرب نموذجا لما يجب أن تكون عليه الممارسة السامية لشعائر هذا الدين الحنيف. الندوة أطرها باحثون من المغرب وفرنسا وإفريقيا قدموا مقاربات اجتماعية وثقافية للتعايش والتسامح بفرنسا وبالمغرب. لدينا قيم مشتركة، قيم السلم والإنسانية، والتسامح هو نتيجة لكل هذه القيم وهو ما يجمع المغرب وفرنسا.
متداخلون طرحوا عدة إشكاليات مرتبطة بالتربية والتكوين وكذا آلية تأهيل الفضاء العام وقطع الطريق أمام المتطرفين. الندوة تنظم وأكادير تحتضن حفل التسامح الذي يشارك فيه فنانون من جنسيات مختلفة يبعثون برسائل من أجل التسامح والتعايش وإسعاد البشرية بكل الأوطان. تم اليوم بواشنطن تتويج السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في العالم والتي تمنحها المجلة الأمريكية المتخصصة Global Finance. وقد تصدر والي بنك المغرب هذه السنة التصنيف الذي يقيم أداء محافظي البنوك المركزية ب 83 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بحصوله على العلامة ألف إلى جانب صفوة من محافظي المصارف المركزية الذين يمثلون على الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، تايوان، أستراليا، لبنان والأردن. ويأخذ هذا التصنيف العالمي بعين الاعتبار الأداء في مجال مراقبة التضخم والنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وتدبير نسب الفائدة. أشادت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالإصلاحات الميزانية والقطاعية الحقيقية التي قام بها المغرب. وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تنعقد إلى غاية يوم غد إن المغرب نجح في تنفيذ إصلاحات حقيقية على المستويين الميزاناتي والقطاعي، مشيرة إلى أن المملكة استفادت من خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي دعم هذه الإصلاحات. نبدأ أخبارنا الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية ونتابع هذا التقرير لإبراهيم المرزوق الذي يرصد ردود الفعل جراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على خلاف موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، عبرت بقية الدول الموقعة على هذا الاتفاق عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي وأكدت تمسكها بالتفاهمات التي توصلت إليها مع طهران بما فيها حلفاء واشنطن. ففي الوقت الذي أعلنت فيه كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن هذا الاتفاق يصب في خدمة المصلحة الأمنية الوطنية المشتركة لهذه البلدان الثلاث، شككت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني في حق رئيس ترامب في إنهاء الاتفاق النووي مع إيران والذي صادق عليه مجلس الأمن. بدورها الخارجية الروسية أبدت أسفها لقرار دونالد ترامب، وشككت هي الأخرى في إمكانية واشنطن إنهاء تطبيق الاتفاق، في حين لم تعلق الصين بعد الموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي. وكانت الخارجية الصينية قد طالبت أمس بالحفاظ على هذا الاتفاق. أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فقد أعلن أن الولايات المتحدة بهذا الموقف تكون قد عزلت نفسها عن بقية العالم. وكان روحاني قد أوضح أمس أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران فستكون في مواجهة بقية دول العالم وليس إيران فحسب. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من المراقبين أن إيران ملتزمة بشكل كامل ببنود الاتفاق الذي ينص على تجميد برنامجها النووي والذي وقعته مع القوى الكبرى عام 2015. تسود حالة من التوتر جنوب كركوك بعد اشتباكات اندلعت شمال محافظة صلاح الدين استمرت لساعات وانتهت فجرا بانسحاب قوات البشمركة من المدينة. ومن أجل تفادي صدامات مسلحة أمهلت القوات العراقية قوات البشمركة 48 ساعة للانسحاب وتسليم مواقعها للحكومة الاتحادية بنهاية مساء هذا اليوم. في الشأن السوري، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن اتفاق لإجلاء عناصر تنظيم داعش من مدينة الرقة. يأتي ذلك بعد استسلام نحو 100 من هؤلاء المقاتلين خلال 24 ساعة الماضية. إبراهيم برزوقي. بعد شهور من الاقتتال أعلن أخيرا عن تمكن وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أمريكيا من السيطرة على أزيد من 95%
من مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا. وفي هذا السياق أعلن التحالف الدولي عن اتفاق لإجلاء عناصر داعش من هذه المدينة الواقعة شمال شرقي سوريا، حيث أكد بيان التحالف أن قافلة من الحافلات ستغادر المدينة بموجب تسوية توسط فيها مسؤول محليون، غير أن الاتفاق يستثني المقاتلين الأجانب، وكان حوالي 100 مقاتل من تنظيم داعش قد سلموا أنفسهم إلى الوحدات الكردية خلال 24 ساعة الماضية. وعلى الرغم من هذه الأنباء، فقد توقع مراقبون أن يستمر القتال لعدة أيام في الرقة قبل أن يتم تحريرها تماما من العناصر المتبقية من داعش. وتحاصر وحدات حماية الشعب الكردية المدينة منذ نحو 4 أشهر، وقد جاء الاتفاق الأخير حسب مصادر مطلعة للتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين. دعا سفير المملكة المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن المآسي التي وقعت في ولاية أركان وعلى رأسها الانتهاكات ضد الروهينجا. وأوضح المسؤول البريطاني أن العنف يجب أن يتوقف وأنه لابد من الالتزام بوصول المساعدات والسماح للاجئين بالعودة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المعاناة. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفعت حصيلة الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية لتصل إلى 33 قتيلا، ووصل أمس أكثر من 9000 من رجال الإطفاء مكافحة النيران المشتعلة في الجزء الشمالي من الولاية، والتي دمرت زهاء 90000 هكتار من الأراضي. بعيدا عن أخبار العالم، استقبل إقليم إفران بالأمس أولى تساقطات المطرية التي استبشر بها فلاحو المنطقة خيرا، وعن أجوائها وانطلاق الموسم الفلاحي بالجامعة الترابية تمحضيت. نتابع روبورتاج وفاء اليعقوبي وأحمد الفضلي. جادت السماء أخيرا بأمطار الخير بعد طول انتظار. شهدت منطقة خنيق التي تبعد على جماعة الترابية تمحضيت ب 14 كيلومترا أولى التساقطات المطرية يوم أمس بعد الزوال. تنفس الفلاحون الصعداء. هاد الشتا اللي كيطيح في الأول فات شهر أكتوبر راه فيها الخير، لا الكساب ولا الفلاح. بلا الفلاح كيزرع الأرض ديالو كان كيزرع الفوراج والشعير والقمح، ولا الكساب كينوض ليه الربيع كينقسم المصاريف، لأن المصاريف ديال الكسيبة دابا أكثر من المصاريف ديال الإنسان. الحمد لله ما شتي ولي تحت، الحمد لله علامات الخير وكيفرح بها الصغير والكبير، ومن الشتاء كيستافد الفلاح والبياع والشراي والكساب، اللهم لك الحمد على لطف الله. شمر الفلاحون عن سواعدهم إذانا بانطلاق موسم فلاحي يتمنونه جيدا، فساكنة المنطقة تعتمد على الفلاحة والتربية الماشية بالدرجة الأولى. النصيحة اللي غادي نوجه للفلاح بعد التساقطات الأولى وهو يستعد باش يحط البلاد ديالو ويقدها ويعطيها التسميد ديالها باش كتبقى مهوية وتبقى مشمشة وتبقى كيكون سميتو حتى إلا جاب الله الشتاء ولا شي حاجة كتشد الماء واش كتجاز سميتو، ملي كتبغي تزرع كتجيك سهلة الزريعة وكتكون موجدة وكتمول سميتو. النصيحة اللي غادي نعاود نزيد الفلاح وهو يقلب على البذور المختارة اللي هما سميتو ما فيهم الطفيليات. كتزرع الأمل في الفلاح باش يقلب الأرض ديالو ويوجد الموسم الفلاحة اللي إن شاء الله مقبل. تتواصل التساقطات المطرية بمجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم إفران، لكن يجب توخي الحذر لتفادي الانزلاقات التي تعرفها الطرقات خلال التساقطات المطرية الأولى. بوجدة جرى التوقيع على جملة من الاتفاقيات تهم الشراكة بين مجلس جهة الشرق وأربع جهات إفريقية من السنغال، كوت ديفوار، مالي وبوركينا فاسو، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك والهادفة إلى بلورة سياسة شاملة متجددة تهم علاقات التعاون جنوب-جنوب. وجمع الحفاوي ورشيد العتابي. تهدف هذه الاتفاقيات السبع التي وقعها مجلس جهة الشرق مع الجهات الإفريقية الأربعة إلى إحداث آليات ووسائل للعمل المشترك، آليات من شأنها فتح آفاق تنموية رحبة لتشمل التنمية المحلية والتدريب الترابي والتعليم والتكوين والشباب والرياضة والبيئة وغيرها من المجالات التي تشكل أرضية خصبة للتعاون المشترك بين المغرب والدول الإفريقية. نو سوم ريوني
نحن مجتمع مع مجلس جهة الشرق من أجل تنفيذ الرؤية الرائعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسنشتغل مع المسؤولين الترابيين لإيجاد إطار إفريقي هام قادر على خلق مرصد للسياسات الاقتصادية وتنمية إفريقيا. نحن هنا لطرح خصوصياتنا التي من شأنها السماح لنا بتطوير اقتصادياتنا المحلية والوطنية وبالتالي القارية. هذا الاتفاق الموقع بمثابة خارطة للطريق للتعاون بين جهتينا للاستفادة خاصة من تجربة جهة الشرق في مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة ومشاكلها، لأننا سنتقاسم التجارب حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة وابتكار خطط للتنمية لمواجهة الهجرة. أرى أننا نحن الأفارقة اليوم نقوم فعلا بتتمين التعاون اللامركزي جنوب جنوب، نحن بين إخواننا لنوضح للعالم أننا قادرون على النجاح، وهذا شيء جميل. وخلال هذا اللقاء تم التأكيد على أهمية الشراكة والتعاون بين المغرب ودول إفريقيا باعتبار هذا التعاون رافعة أساسية لتنمية المجالات الترابية تماشيا مع الأهداف العامة للجهوية المتقدمة ببلادنا. رجال الأعمال تاع جهة الشرق اللي غادي يكونوا في زيارات إن شاء الله في الشهور المقبلة، سننظم زيارات لرجال الأعمال ديال الجهة لهذه الجهات الإفريقية اللي هي مستعدة باش تشتغل مع المغرب. وفي ختام مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات تعهد رئيس مجلس جهة الشرق بتخصيص فضاء للجهات الإفريقية الموقعة بوحدة تثمين المنتوجات المحلية التي تشيدها الجهة بتكنوبول وجدة وفق معايير الجودة والتنافسية الوطنية والدولية. في الشأن الحزبي تعالج الجامعة الشعبية في دورتها التاسعة موضوعا مرتبطا بالهوية الوطنية تحت شعار المشترك الثقافي واللغوي جسر تواصل كل الأجيال. أنيسة بومهدي وعبد الرحيم فيلول. اختارت الجامعة الشعبية أن تناقش في نسختها التاسعة موضوعا جوهريا له ارتباط وثيق بمسألة الهوية الوطنية وانعكاساتها الإيجابية على وحدة المجتمع المغربي. جاء إذن السؤال، هل هذا التنوع والاهتمام به وإعطائه مكانة في الدستور وفي الحياة العامة هل يقوي الجسور والارتباط ما بين الأجيال، وقبل الأجيال هل يقوي الوحدة الوطنية؟ المتصفح لصفحات المغرب الحافل بالتنوع الثقافي واللغوي سيكتشف أن المكون اللغوي والثقافة لهما دور كبير في تنمية ثقافة المواطنة والانفتاح والسلم والتعايش. تحت شعار المشترك الثقافي واللغوي جسر تواصل كل الأجيال انطلقت أشغال الجامعة الشعبية، دورة تستحضر التحديات الأمنية والتنموية المقرونة بالبعد الثقافي. مازال يعني كنسرعوا بتنزيل القانون التنظيمي الأمازيغية، كذا يعني كنشوفوا دور الهوية الثقافة المغربية والدور اللي لعبته كبير في توحيد جميع مكونات المجتمع المغربي. وتسعى الجامعة إلى معالجة أهم الأسس النظرية والمعرفية التي تنبني عليها ثقافة الحوار والتواصل عبر عرض وتحليل مجموعة من التجارب العلمية وطرحها للنقاش مع ثلة من الباحثين والمختصين الذين يشاركون في هذه الدورة. وصلنا اللحظة إلى فسحتنا الثقافية الأسبوعية رفقة الزميل عبد الرحيم بن شيخي. عبد الرحيم مساء الخير. مساء الخير مريم، أهلا بالمشاهدين الكرام. أول خبر، انتخبت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي مساء أمس الجمعة بباريس مديرة عامة جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو بعد فوزها على المرشح القطري حمد الكواري. وكانت النتائج الرسمية، حيث حصلت أزولاي على 30 صوتا فيما حصل الكواري على 28 من بين الأعضاء 58 للمجلس التنفيذي، على أن يصادق المؤتمر العام للدول الأعضاء في المنظمة الأممية على هذه النتيجة في 10 نوفمبر المقبل. التفاصيل مع أحمد بن خديجة. أودري أزولاي مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وزيرة الثقافة والاتصال في الحكومة الفرنسية السابقة في الفترة ما بين فبراير 16 و2000 وماي 17 و2000، وضعت خلال تقلدها المهام الوزارية مخطط عمل لفائدة التراث المهدد بالزوال في مناطق النزاع، كما عملت على تنظيم فرنسا والإمارات العربية المتحدة لمؤتمر دولي حول التراث الثقافي المهدد بالزوال سنة 16 و2000 بأبوظبي،
بمساهمة اليونسكو بهدف خلق صندوق دولي لحماية التراث المعرض للخطر وتمويل مبادرات الوقاية والتمويل. أودري أزولاي بدأت مسارها رئيسة لمكتب القطاع السمعي البصري بمديرية تنمية وسائل الإعلام، وشغلت على إنشاء تلفزة رقمية أرضية بفرنسا وقناة إخبارية دولية، وانكبت على إصلاح القطاع السمعي البصري العمومي. وفي شتنبر 14 و2000 عينت أودري أزولاي مستشارة ثقافية لدى الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، كما حصلت أزولاي على وسام الفنون والآداب من درجة قائد. ويتعين أن يصادق المؤتمر العام للدول الأعضاء في هذه المنظمة على هذا التعيين في 10 نوفمبر المقبل من قبل 195 دولة عضو في اليونسكو، لتخلف في هذا المنصب البلغارية إيرينا بوكوفا بعد ولايتين من 4 سنوات على رأس هذه المنظمة، على أن تتولى أزولاي مهامها رسميا في 15 نوفمبر المقبل. معمار القصور من أقدم المنشآت المتعددة الوظائف التي عاش وسطها إنسان واحات الجنوب الشرقي المغربي، ومن أعرق القصور بتفيلات قصر الخربات الذي أضحى في السنوات الأخيرة وجهة سياحية، خصوصا بعد إحداث متحف تراثي بفضاء القصر منذ سنة 2002. التفاصيل في روبورتاج عبد الغني جبار ونور الدين النافعي. تعد القصور من أقدم المنشآت السكنية التي عرفتها ساكنة الواحات بالجنوب الشرقي للمملكة، ومن أعرق هذه القصور قصر الخربات الذي يضم متحفا تراثيا يعكس صورة المجتمع الواحاتي بهويته وثقافته ونمط عيشه التقليدي. كان حول ما أمكن نجمع الأدوات القديمة، وكنحاول نشرح للزائر كيفاش كانت الحياة في زمان الدخل ديال الواحات، وكيفاش بفضل الإنسان والاعتبارات المسؤولة ديال الإنسان نقدر تكون الاستمرارية ديال الحياة في الواحة. ويعرض المتحف لمجموعة من الأنشطة والحرف التي تمارسها النساء لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو لشغل أوقات الفراغ. كان صوب تحريت باش نحافظوا عليها باش ما تنخرطش. الحي كان تحريت واحد ديزا كان تغطاو به في المنطقة ديالنا. كما يعكس المتحف جانبا من التعايش الذي ميز تاريخ المغرب بين الثقافتين اليهودية والإسلامية من خلال رواق يعرض لمنتجات الصناعة التقليدية التي تؤرخ لجانب من الحضور اليهودي بالمنطقة. شيء جميل، هناك مزج بين الماضي والحاضر من خلال مجموعة من الصور والأدوات والآلات القديمة. سررت كثيرا بزيارة هذا المتحف. وقد ساهم إحداث هذا المتحف بقصر الخربات للحفاظ على الخصوصية التقليدية للمنطقة وفي استقطاب الباحثين والسياح الراغبين في الاستمتاع بالراحة الطبيعية. ليلة الشعر بطنجة وبالخزانة الوسائطية، شعراء يقرؤون ما كتبوا صدرا وعجوزا أو قصيدة حرة تبعهم في صورهم الشعرية. جمهور قرر سمع ما يفعله الشاعر باللغة كي يخلق صورة تسمع قبل أن ترى. سهام بخليفي وسعيد ناجح. ليلة شعرية بامتياز فسح فيها المجال لدفء الكلمات ورقة المعاني. أمسية قدم خلالها المشاركون عددا من القصائد المختارة بعناية في لحظة تكريم للشعر العربي. أصابع اللزوج، أصابع الملتهبة، أصابع العارية، أصابع التي ترتق الجرح متمهلة تعرف كيف تدس الملح سريعا في جيوبه، أصابع التي تسهر صقيع العمر تتجمد من وقع الغياب، أصابع التي تتفرس بإحساسها نعومة الصخر تنتزع شوكة غائرة بالظهر. دار الشعر بتطوان تنظم هذه الليلة بمناسبة افتتاح المعرض الجهوي للكتاب بمدينة طنجة، فمثلما انفتحت دار الشعر بتطوان على فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء خلال السنة الماضية، تقام ليلة الشعر
اليوم بمدينة طنجة بمشاركة 4 من الشعراء المغاربة المرموقين. جل ما أكتبه له منزع صوفي وقيمي وبلغة تناسب الحالة والمقام. الأمسية التي تسهر على تنظيمها دار الشعر بتطوان ارتأت تنظيم هذه الأمسية الشعرية بمدينة طنجة للانفتاح أكثر على باقي المدن بهدف تقريب جديد الشعر لكل مهتم، فبين الشعر الصوفي والإبحار في سحر الطبيعة قصائد عكست تميز الشعراء المغاربة. سماء وسقف عنوان المعرض التشكيلي لمنير الصالحي المهندس المعماري الذي طوع الألوان في 42 لوحة استلهم مضامينها من الطبيعة السماء في كافة تجلياتها وبريشته أتقن لعبة الظلال والضوء صمت الفضاء وهدوء اللوحات انعكاس لتجربة تشكيلية في أول معرض مع إيمان سلاوي وأمين الشرقاوي. سماء وسقف وعنوان هذا المعرض الذي قاد الفنان منير الصالحي من عوالم الهندسة المعمارية إلى فسيفساء التشكيل. تشابكت خيوط الفن لينتج عبر هذه اللوحات ألوانا متدفقة بالحياة استلهم مضامينها من زرقة السماء بكافة تجلياتها. كل لوحة تعتبر تأويلا للسماء ذلك المنظر الطبيعي الذي يستطيع تغيير نظرتنا للعالم، وهذه اللوحات قادرة على خلق السعادة. أعمال جميلة تنمى عن إحساس فني عميق وذوق رفيع عند الفنان. أعمال تنتمي للمائيات للأكواريل كيعبر فيها الفنان عن الطبيعة. إنها لعبة الظل والضوء التي خبرها الفنان ألوان شفافة في مساحات كبيرة ومتوسطة استعمل من خلالها تقنية اللوحات المائية التي تختزل جغرافية فنية متنوعة تسافر بالزوار إلى عوالم الحلم. منير من الفنانين القلائل الذين يعتمدون على تقنية اللوحات المائية التي تعتبر بالغة الصعوبة ولقد استعملها في أول معرض له. 42 لوحة في هذا المعرض أول تجربة فنية لمنير الصالحي حملت طبعه الخاص وقربت عشاق الريشة من رؤيته المتجددة إلى الفن. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي الصفحة الثقافية وأعود إليك مريم وبقية النشرة. شكرا جزيلا لك زميل عبد الرحيم بن شيخ. شكرا. الرباط مدينة الأنوار بحلة جديدة، مشاريع بنيوية وأوراش جعلت العاصمة ترقى لكبريات الحواضر العالمية. الروبورتاج التالي يقربنا أكثر من أجواء ليل العاصمة بعيون ساكنتها. سعيد ريما وفؤاد الحرش. هكذا تبدو العاصمة قبل غروب الشمس، أضواء تزين الشوارع والأزقة منتشرة بشكل تسلسلي بجميع الفضاءات، مما مكن مدينة الرباط من الارتقاء إلى مصاف كبريات الحواضر العالمية. الجمالية اللي تزادت المدينة الرباط هي واحد الجمالية يعني لا تتصور، أصبح بواحد الجمال يعني رائع. كنشوفوا الناس دابا كيتساراو والناس دابا كيتمشاو كيديروا الرياضة كيمارسوا كل الرياضات. كنشوفوا الناس بالسيارات ديالهم كيجيو يوقفوا جنب الشاطئ يشوفوا الغروب، ومباشرة بعد الغروب يعني هاد الانوار هذه كتجي يعني مدينه الرباط تحولت بشكل زعما جيد وجيد جدا. الحمد لله اننا اليوم شفنا بعض التغييرات اللي بدات وحاولت تعطي واحد الرونق وتساهم في مدينه الانوار اللي بغينا تنحلموا لها كلنا جميع. وتنشوفوا التحولات اللي ولات الحمد لله في الشوارع، الاناره كاين، اوراش اللي بدات كاين، الرونق والجماليه ديال الضفه ديال البورقراق اللي ولات تعطي واحد الجماليه. الاضواء بالعاصمه اصبحت تستجيب لحاجيه الساكنه بطرق عصريه غطت جميع المشاريع الكبرى والطرقات للرفع من مستوى الاضاءه اثناء المرور بالليل والاستمتاع بجماليه الكورنيش. الرباط انتيا الغزاله معهد التاريخ والاصاله حبك الباري تعالى، الرباط يا فتح الخير هذا شرف كبير سيدنا لك اختار اسم مدينة الأنوار، مدينة الأصالة والتقاليد المشاريع والتطور والتجديد. الرباط أضحى الترقى إلى مصاف المدن الذكية بفضل مشروع مدينة الأنوار التي أصبحت تعرف تدبير الإنارة العمومية بشكل جيد
يندرج ضمن الاستراتيجية النموذجية للاستهلاك العقلاني للطاقة. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها وضعت رسميا أمس ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. من المرتقب الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2026 يوم 13 يونيو المقبل عشية إعطاء الانطلاقة للرحلة الأخيرة من مونديال 2018 المرتقب بروسيا. في الشأن الرياضي، دائما تمكن فريق الجيش الملكي من التأهل إلى دور النصف النهائي لمنافسة كأس العرش بعد فوزه اليوم في دور الربع النهائي على فريق أولمبيك خريبكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ابتسام أدريس. تاريخ وألقاب كأس العرش يميلان نحو فريق الجيش الملكي، والمؤشر هنا كان عسكريا بامتياز بعد أن ضمن مكانا له في النصف النهائي بفوزه في إياب الربع النهائي وفي ضيافة أولمبيك خريبكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. فريق أولمبيك خريبكا لم ينتظر الكرة، بل بدر إلى تهديد مرمى الحارس أمين البرقدي عن طريق اللاعب فيصل الحدادي في وقت حاول فيه الجيش الملكي فك الشفرة الدفاعية لأولمبيك خريبكا، لكن سوء تقدير اللاعب محمد كمال ضيع عليه هذه المحاولة. التراجع الدفاعي لكلا الطرفين حال دون وصول الكرة إلى منطقة الجزاء، فظلت حبيسة وسط الميدان، فيما اللاعب الفردي لم يكن المنفذ والحل أمام سمير أيت به، فكانت الرتابة عنوان الشوط الأول الذي انتهى أبيضاً. والانتفاضة سيحملها الجيش الملكي شعاراً خلال الشوط الثاني، البداية بضربة جزاء تحصل عليها اللاعب محمد كمال بعد عرقلته من طرف اللاعب ساهر ثيون. مهدي بالرحمة تكلف له مهمة التهديف وينجح في تسجيل الهدف الأول. وخلال الدقيقة 68 وأمام أنظار دفاع أولمبيك خريبكا، أبناء عزيز العامري يقتلون المواجهة بتسجيلهم للهدف الثاني بواسطة اللاعب صابر الغنجاوي. والهدف الثالث سيأتي من ركلة جزاء تصيدها تونغارا وعاد لينفذها الإيفواري بنجاح. دقيقتان على نهاية المباراة، أولمبيك خريبكا يسجل هدف الشرف والموقع العميد يوسف عقادي، لتنتهي المواجهة بفوز الجيش الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ويتأهل إلى دور النصف النهائي في طريقه نحو حصد لقب جديد ينضاف إلى 11 لقبا حصدها في منافسات كأس العرش. نهاية النشرة مشاهدينا، تذكير بأبرز ما جاء فيها. الخطاب الملكي السامي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، خارطة طريق لعمل الجهازين التشريعي والتنفيذي، وتأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة ودعوة لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي وتفعيل الجهوية المتقدمة. صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى تترأس بمراكش حفلة تدشين متحف إيف سان لوران مراكش. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يقود عملية نوعية بعدة مدن مغربية مكنت من تفكيك شبكة يشتبه في كونها إرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة. متحف الواحات بقصى الخربات وظائف متعددة قاسمة المشترك إبراز خصوصيات واحات تجداد بإقليم الرشيدية. إلى لقاء آخر بإذن الله.